ودائما تعرف ان اعبر لك عن محبتي ووفائي وتقديري دائما، واذكر يعني اعطيتك هدايا كثير وكذا. هذه احد هداياك بعد للحين ما تفضيها؟ يا هذه انت جبتها لي في عام، هذا وقتها كنت انت ما شاء الله جبتها لي في عام 2014 او 13 الساعه هذه الدرجه صراحه يعني الله، لكن شلون جبتها ما ادري، بس انا مصدوم الى الحين ماسك يعني مخليها محتفظيها، مصدوم يعني جايب لي هديه حلوه. الظاهر انا ما ادري جيتني هديه ولا ما ادري، ما ادري انت ما تشتغل اللي يجيك لا 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 توزع. والله والله ف يعني تستاهل وانت اخو عزيز. وانا كنت بصراحه كنت اقرا كتاب من يومين اي ما ابي اقول لك كثر الكتب، ترى انت اذا قرات كتب انا استفيد من وراك. لا لا انا ما اقرا كثير صراحه، لكني عجبني الكتاب لفت نظري. نعم فقراته، وبعد قراءتي لهذا الكتاب حفزني اني يعني او اعتقدت من داخلي بعد حسب قراءتي اني صرت مميز باختيار الهدايا. يا سلام، من الكتاب. من الكتاب، الله يسعد ام مؤلفه اللي الف الكتاب. لهذا الامر شفتك قبل امس تقريبا، نعم يعني كنت جنبك وشفتك قاعد تسوي شغله كذا فجذبني وجبت لك هديه. اسالك بالله، نعم لي انا هديه؟ تستاهل. انت جاب لي هديه؟ إيه؟ انت اخر هديه اعطتني اياها 2014 وهي جاتك هديه واعطتني اياها. وجودي معك بحد ذاته هديه. لا لا ماني زوجتك، وجودك معي هديه. انا صاحبك. ما زبطت؟ استفيد منك شيء يعني، يا كذا يا كذا. عمر الصداقه ما كانت. حبيبي الكتاب الله يسعد ام اللي الف هذا، وين خليني اروح ابوسه؟ احب راسه والله. ما واحد اجنبي، بس خليني اشوف لك. انا جبت لك هديه، خليني ابغى اجيب لك الهديه. الله فعلا انا كنت والله جد اشتغل في البيت عندي. إيه إيه تحت في الحوش إيه وكذا، جبت لك هديه تستاهل. هديه لي انا من قدي. الله يسعدك يا ياسر على الهديه صراحه. انا اقول قبل ما اشوف هديه صراحه شكرا شكرا يا ولد. ايش التغريب الحلو هذا؟ والله حركتني ياسر، والله جد حركتني على الهواء صراحه. حبيبي. يا جماعه والله من هدد حبيبي والله. طبعا اشكرك صراحه. خلال قراءتي لهذا الكتاب يعني في احد صفحاته جذبتني، وكانت تقول انه دائما ابحث عن شغف من تحب. صحيح. واهده هذا الشغف. يا سلام. فقبل يومين انا شفتك كنت تشتغل في شيء وكنت مبتسم وحسيت انه شغفك، فجبت لك الله يسعدك هذه الهديه فتستاهل. افتح هنا ولا في؟ وهي طبعا للجمهور الكريم، يعني اهدوا من تحبون، اصدقائكم زملائكم. وانا صديق عزيز فانا اهديته، فيعني ابد والله ولا فيها منه ولا شيء، ولا اني اهدي قدام الناس لمجرد انه ترى قاعد هديته قدام الناس. لا بالعكس يعني اخ وعزيز. لا لا عادي تستاهل المره. انا اقول خليهم يعلنون عنك ويحطوك في التويتر وفي السناب والحركات ذي. لا لا بالعكس. افتح هنا ولا افتح في البيت؟ لا لا هنا عادي. عادي بالعكس. جد والله؟ لا عشان بنوري الناس كيف تختار هديه لزميلك يعني. بس صراحه والله جد ما ادري، انا احسها ساعه ولا لا لا سماعه. لا سماعه ما 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 تحب مالك بذا الامور. لا جوال؟ جوال يطلع صوت زي كذا. يا جوال ما يطلع صوت زي كذا الجوال. سبحه؟ سبحه؟ لا عندي ثمانيه سبحة. تسعه عشره؟ لا 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 يا جد وش جاسر؟ لا تفاجئ، انا اخاف اتفاجئ، ما احب المفاجآت ترى، انصدم. افتح شوف. ممكن الجمهور يشاركونا في الهاشتاج؟ ابدا. اذا جابوا اجابه يا جماعه شاركونا، اللي يجيب اجابه صحيحه خمسه تدخل. ما في وقت افتح يا رجال، خلنا بس ايش رايك؟ وش ذا؟ ايش؟ هذا وش؟ هذا شيء تحبه. مسامير؟ وكلبسات. كلبسات حق المسامير؟ اي نعم ملونه. وصار لك ساعه ممتحني ومزعجني ازعاج. قاري كتاب فن اختيار الهدايا ومدري ايش يعني، ولا وسكروب جايبين لي بعد ومعه طبعا مفك، بس طبعا جبت هذا على حده. لا مكسور بعد. لا مو مكسور، ها شكل. طبعا جبت هذا على حده. ايه وهذا على حده. انا اقول لك ليش. ليش؟ انا لما قرات في، نعم في الكتاب قالوا يعني فن اختيار الهدايا انك ما تجيب هديه معتاده. اقدر اجيب لك عطر، اقدر اجيب لك جوال، ايوه اقدر اجيب لك تلفزيون حبيبي، لكن هذه يا بابا انت شايفني ايش؟ نجار ولا كهربائي ولا ايش؟ اصبر يا ابن الحلال، انا اقول لك اقدر اجيب لك ساعد. تقول قاعد تقرا لي كتاب حق فن اختيار. ليتك ما قريت هالكتاب، ليتك جبت لي هديه من غير ما تقرا، ليتك سالت امك لو سالتها المسكينه فيها هذه كانت تعلمك وش تجيب لي هديه، تعرف اكثر منك. جايب لي مسامير وشوفها فيها هذه، عندي شنطه كلها مسامير. الشرها مو عليك على اللي يجيب لك هديه. الشرها مو عليك، شر قاعد معك انا. شر راح اجيب المسامير يا اخي. هديه قاري كتاب اختيار فن الهديه، جيب لي اقل شيء اقل شيء، جيب لي كفر حق جوال.
انا شايف الجوال قدام عيني كذا بالرف موجود قدام عيني. إيه ليش ما اخذت الجوال؟ ليه ما جبته؟ ليه ما لفيت يسار جبت لي يا اخي؟ انا قريت شخصيتك من خلال تحليل شخصيتك في قراءتي للكتاب ما تحب الجوالات. الله يقرا ميزك. انا شخصيتي قبل امس انا مجبور اني قاعد اركب اللوحه لزوجتي واقف ورا راسي بالمكنسه. كيف مبتسم؟ مبتسم لي مجبور. هي تقول ركب اللوحه وابتسم عشان الناس يشوفون احنا عائله سعيده. وهي معها مكنسه واقف وراي. اللوحه هذه جايبها لها 6 شهور تحت الدرج، ركبها لي يا متعب. ركبتها مجبور. انا قايل طموحك تصير مهندس ولا وجهك مو وجه مهندس؟ الله يعطيك عافيه. الله لا يعطيك عافيه انت وشر علي. اقرا برا. وين كريم؟ انا احب كريم. يا كريم جاب اقدم لحالي يا جماعه. انا بقدم لحالي. لا مو على كيفك. لا انا مقدم هنا. معليش انت نكذب. جيب لك الوقت. اطلع فاصل، اطلع فاصل. موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم بيكون تعال. موضوع ما في اضاءه. طيب ها انت ما اسمعوا يا جماعه، انا قررت من اليوم الى الحلقه الجايه ما اقدم مع متعب مو على كيفك ولا اي شيء. اسمعوا يا جماعه، انا اتكلم معاكم، انا اللي راح اقدم البرنامج لوحدي، تبون ولا ما تبون. مساله انحياديه وانا مع ياسر وانا مع ما عندي بالله. هذه هديه جيب المسامير. طيب اجل اسمع، كان موضوعنا اليوم شيء مختلف، خلوا موضوعنا اليوم عن الهدايا. السلام عليكم.